مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بأن نستضيف سيدات أعمال ناجحين، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر نجاحا نرحبوا معي بأستاذة حميدة الخلصان، مؤسسة باي اتش بي. بداية أسعد الله أوقاتك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. أستاذة حميدة، في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية. كيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ مثل ما عرفت، حميدة الخلصان، إماراتية من أهل دبي. حلو، سهلا فيك. أهلين. أنا خبرتي في مجال الأعمال، في البداية أنا اشتغلت، كنت موظفة في شركتين، ممكن أكبر شركتين موجودات في الإمارات. كنت مشتغلة في شركة تطوير اللي كانت تحت دبي القابضة، بعدها طلعت رحت شركة دو. فتقريبا إجمالي خبرتي في العمل أكثر عن 12 سنة. بعدين قررت أن كنت أنا وشركتي نتباحث، إحنا قررنا أن نفتح مشروع في هذا المجال، مجال الـ F&B اللي هي المأكولات والمشروبات. وفتحنا باي اتش بي في سنة، يعني الافتتاح كان في سنة شهر واحد سنة 2018، وهي كانت بدايتنا. جميل جدا. أستاذ حميد، حابين نعرف أكثر عن الخدمات والمنتجات اللي توفرها باي اتش بي. باي اتش بي هي أقدر أقول إن هي نعتبر مورد رئيسي في الدولة لجميع منتجات المخبوزات، المعجنات، الحلويات. هذه من ناحية نقدمها كخدمة، نقدمها لأصحاب المشاريع اللي هم عندهم المطاعم والكافيهات، إنه يكون بيع بالجملة. وفي جانب آخر أيضا نقدمه، إن إحنا نسوي لهم خدمة إعداد قائمة ولا إعداد المنيو، نعد الوصفات ونقدر ندرب الشيف ونقدر نبيع عليهم الوصفات أيضا. هاي كانت خدمة إضافية ضفناها لأصحاب الكافيهات والمشاريع والمطاعم أيضا. كجانب آخر من باي اتش بي، نقدم نبيع منتجاتنا للأفراد عن طريق الانستغرام، عن طريق الواتساب والاونلاين، وقريبا ان شاء الله يكون الويب سايت باذن الله. مدام حميد، حابين نعرف سر التميز والنجاح. اللي نتميز فيه اقدر اقول لك ان احنا كنا من اوائل الشركات الاماراتيه باداره اماراتيه ان نكون موردين. اذا انت بتشوف المشاريع الحين اللي موجوده تشابه مشاريعنا، كلهم عندهم الريتيل، او انهم يكون عندهم مثلا مطعم ويكون عندهم كوفي شوب. نحن طلعنا كنا من يعني بدايتنا كانت ان الكل يسالنا من وين جبتوا هالفكره، كيف فكرتوا ان انتم تصيرون موردين؟ كمورد وتبيع بالجمله شيء مش سهل. اداره المطبخ نفسه مش كاداره كوفي شوب جدا صعبه، كانك انت تدير مصنع، حلقه متواصله متكامله، شيء يغطي شيء. يعني أنا حالياً ما أقدر أسكر المطبخ إذا فكرت إذا في إجازة ولا صار أي موقف معين أسكره، لأننا معتمدين عليه. تقريباً تتكلم أكثر عن 80 كوفي شوب نحن نورد لهم، كلهم يتأثرون. فهذه المواضيع اللي يعني مثلاً اللي تميزنا فيه، أن نحن كنا بنات دخلنا في هذا المجال، ما شفنا حد، ان اكتسبنا من عندنا خبره وقدرنا ان احنا نتعلم من تجاربهم ان نقدر نسوي. فنحن تعلمنا من تجاربنا، يعني جربنا، اخطانا، ردينا، عدنا مره ثانيه، حاولنا ان احنا نتميز في الامور كلها. التميز اللي اقدر اقوله واللي الكل يشهد عنه، اذا رحت لاي مطعم، اي كوفي شوب، اي نعتبر عميل من عملاء باي اتش بي، ميزتنا في جودة الأكل. جميل. يعني لا نتهاون من ناحية جودة الأكل، من ناحية المنتجات اللي نشتريها، المنتجات اللي نحطها. يعني أبسط مثال، إذا أنا بطرح لك موضوع الكرواسان، الكرواسان يتميز بشو؟ عبارة عن الطحين، عبارة عن الزبدة. إذا هالاثنين جودتهم عالية، أنت تقدر تأكل الكريسبي أو الكرواسان المقرمش اللي تحس نفسك انت تاكله وانت قاعد في شوارع اوروبا مثلا. فاللي نتميز فيه ان احنا قدرنا نحافظ على هذه الجوده، وجودتنا مستدامه. عندي فريق مختص بالجوده،
هم اللي مهتمين في مواضيع الجودة، مواضيع الشهادات. عندنا طبعا نحن عندنا شهادة حسب المعترف فيها، كهذه الشهادات اللي موجودة اللي لازم المطابخ تعين فيها. ياسين نشتغل حاليا إن شاء الله خلال كم شهر بناخذ الايزو. بعد هذه مثل ما تقول هذه الأشياء مش إلزامية كثر من إن إحنا حابين إن نتطور فيها، إن نقدر نعلي مستوى الجودة عندنا. كل الطاقم الشفس اللي موجودين كلهم ناس أو يعني بروفيشنال بشهادات خبرات جدا عريقة، كانوا في مجالات الفنادق، مختلفة الفنادق، السلسلة الفنادق اللي موجودة. طبعا كنا نحاول كثر ما نقدر أن ناخذ من أفضل أنواع الشفس اللي موجودة، أن نقدر أو طبابيخ أو طباخ اللي بقدر أترجم الكلمة يعني، أن نقدر نوظفها معنا. كمطبخ مركزي أنا محتاجة هذه الكفاءات، ككوفي شوب صغير يمكن ما بيكون محتاج لهذه الكفاءة كثر ما أن أنا أقدر أساعده، أني أنا أقدر محتاج منيو أنا بسوي لك المنيو، بدرب الشيف اللي عندك. ليش أنت تجيب لي شيف كفء وتدفع له مبلغ وقدره كراتب وما بتستفيد منه على بشكل كبير؟ فهذه الخدمات نحن بعد نقدمها. وفي خدمة نحن أطلقناها العام أن نساعد أصحاب المنازل، أصحاب البنات أو الشباب اللي حابين أنهم يبتدون من البيوت. وأنا أتذكر كلمت الدار الاقتصادية وجدا هم رحبوا بهذه الفكرة، أن يأخذون لهم رخصة انطلاق أو رخصة أنهم يقدرون أصحاب المشاريع أنهم يتاجرون إلكترونيا عن طريق الإنستغرام. مجرد أن تكون عندهم رخصة يدخلون معنا في برنامج اللي نحن طرحناه بخصوص المطبخ الافتراضي، خدمات المطبخ الافتراضي. نحن نسوي لهم المنيو، نسوي لهم اللي يبونه، هم يدوب هم اللي عليهم يطلعون الاسم اللوجو ويسوون لي البوكسات او اللي حابين انهم ينفذون ويستخدمونهم، يوصلون عندي. فمجرد انهم يسوون الدعاية عن طريق الانستغرام، عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك، يأخذون الطلبات يحطونه عن طريق السيستم اللي نحن نعطيهم يوزر نيم، اسم مستخدم ورقم سري، إنهم يقدرون يحطونه، فبالتالي يبيعون عن طريقنا. هم يستلمون الطلب يحطونه في السيستم، نحن نسوي الطلب، نوصل الطلب لهم، والعميل يوصل الطلب باسم صاحب العمل. فهاي الخدمة حبينا ان احنا نساعد فيها مواطنين وغير مواطنين، يعني فتحنا المجال لكل الموجودين في الامارات، بحيث ان نحن عندنا المطبخ، نحن عندنا الطريقة، ونحن عندنا الموظفين، ليش لا نقدر نساعدهم. ولاقى نجاح، لين الحين تقريبا عندنا حول 8 بنات وفي شاب ايضا معانا، وطلباتهم مستمرة. جميل جدا. مدام حميدة كسيدة أعمال ناجحة، حابين نعرف النظرة المستقبلية لإلك. النظرة المستقبلية لباي اتش بي، أنا ما بتطرق للمدى البعيد، البلان اللي إحنا عندنا إياه، عندنا خطة مستقبلية جدا طويلة الأمد. بس حاليا التوسع اللي ياسين اتجه له، إن إحنا قررنا إن نعرف الناس بباي اتش بي. يمكن نحن معروفين ومتواجدين 5 سنوات صار لنا في الساحة، بس معروفين أكثر شيء عند أصحاب المشاريع، مش عند الأفراد. فحاليا وبكثرة نتواجد في الدوائر الحكومية، في المؤسسات، في الأنشطة اللي موجودة في دبي وفي أبوظبي أيضا نتواجد، مسوي لنا مثل عربة نبيع فيها القهوة المختصة، وظفنا من أحسن أنواع الباريستا ولا أفضلهم جودة من ناحية أنهم يصنعون القهوة مع القهوة طبعاً، وطرينا وخذنا القهوة من عملاء لنا، نحن نوردهم الأكل وهم يبيعون قهوة، فقلنا تبادل حلو يكون نحن اشترينا من عندهم القهوة ونبيعها ونعرف الناس بخدمات باي اتش بي ونعرفهم بعد بمنتجاتنا. هذه الخطوة اللي حالياً ياسين نشتغل فيها وبنتوسع فيها أكثر. مستقبلاً أقدر أقول لكم بيكون لنا تواجد تقريبا في كل الامارات. اكيد نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله وتحققوا النظر المستقبلي لكم.
مدام حميدة، احنا عايشين في بلد الأمن والأمان الحمد لله، دولة الإمارات. شيوخ الدولة وحكومة دبي ما قصروا، قدموا الدعم اللامتناهي لك وللمستثمرين أيضا. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة وحكومة دبي. مثل ما قلت الحمد لله، يعني نحن في نعمة دامنا نحن في هالبلد، والأمن والأمان اللي نحن نعيشه يمكن غيرنا يتمنى أنه يحصل عليه. الفرص الاستثمارية والفرص التجارية اللي موجودة لكل فرد من أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين ولا مواطنين لا محدودة. يعني نحن نعتبر شركة صغيرة تحت مؤسسة محمد بن راشد. هذه يعني احنا بعد الجائحة ردوا وكلمونا وجددوا لنا، مددوا لنا بعد سنتين. هاي الأشياء ما بتحصلها في أماكن ثانية. كوني أنا شركة إماراتية وحصل يعني خصومات معينة، مثلاً بحكم أني أنا مؤسسة تحت مؤسسة محمد بن راشد، الأشياء اللي حصلها الحوافز اللي نحصلها في الحكومات، والتسهيلات أيضاً اللي نحصلها من ناحية الحكومة، يعني خدمات أخرى أكيد. والدعم من الدوائر الحكومية ما تتخيل كيف. يعني أنا مجرد أني أنا فكرت أني أنا أسوي العربة، الدعم اللي المؤسسات الحكومية اللي يدعموننا، طبعاً هذا كلها جت بأوامر وإرشادات وتوجيهات أكيد. من الشيوخ كلهم بشكل عام في كل الإمارات إنهم يدعمون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا اللي خلانا نقدر إن نحن نواكب ونقدر إن نطلع من الأزمة والجائحة. أثرت في كل حد أكيد. ونحن تأثرنا فيها بشكل وايد كبير، بس هاي الخطوات اللي أقول لك عنها ساعدتنا إن نحن خلال السنة نوقف عريلنا بالعكس ونكون أقوى، واللي نسويه ونبينه أقوى وأحسن وقدرنا نثمر يعني. أكيد أكيد. الله يطول في أعمار شيوخ الدولة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. مدام حميدة، حابب أعرف كيفية التواصل مع باي اتش بي. نحن عندنا صفحة في الانستغرام والفيسبوك باي اتش بي اللي هو بي واي اتش بي، وطريقة التواصل عن طريق الدايركت أو عن طريق الاتصال، الأرقام كلها موجودة. عندي فريق مختص يرد على المكالمات، فريق إماراتي يرد على المكالمات ويرد على المسجات بلغة عربية أو إنجليزية عشان نقدر نخدم أكبر شريحة ممكنة. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل أسفل الشاشة. مدام حميدة، شكرا كثير لاستضافتك ونتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.